وهكذا أدركنا الصالحين لا يذهل أحدهم عن ذكر الله، رجالهم ونساؤهم، حضاريهم وبدويهم، عاميهم وعالمهم، لا يفترون عن ذكر الله. لا يتصور أن المسلم فارغ الزاد، خالي الوعاء من ذكر ربه سبحانه. فما الذي أصابنا؟ صار أماثلنا يغلبون على ما كانت، على ما لم يكن تغلب عليه عجائزنا، مع أننا أوتينا كلاما وأوتينا جدلا، ولكن سلبنا العمل، ولكن سلبنا العمل. فلأي شيء هذا الكلام؟ ما ثمرته؟ ما نتيجته؟ لأي شيء يراد إذا لم يكن للعمل؟ عجائز الناس في البادية في الحاضرة لا يمكن، لا يتصور أن أهل الدار لا ورد لهم من الذكر. فما الذي أصابنا؟ وأنا لا أفهم، وأنا لا أفهم. يقول الشاطبي رحمه الله: روى القلب ذكر الله، روى القلب ذكر الله، روى القلب ذكر الله، يروى قلبك إذا ذكرت الله. يعني إذا لم تذكره فالقلب جاف يابس، وأنتم تعلمون أن القلب هو تلك المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. روى القلب ذكر الله فاستسق مقبلا، ولا تعدو روض الذاكرين فتمحلا. لا تعدو روض هؤلاء الذاكرين فيصيبك الجفاف والقحط، وأن تقحط الأراضون كلها أهون من أن تقحط هذه المساحة التي فيها تلك المضغة. روى القلب ذكر الله فاستسق مقبلا، ولا تعدو روض الذاكرين فتمحلا، وآثر عن الآثار مثرات عذبه، وما مثله للعبد حصنا وموئلا، ومن شغل القرآن عنه لسانه ينال خير أجر الذاكرين مكملا. روى القلب ذكر الله، يعني إذا لم تذكره فالقلب جاف يابس.